فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم القسم والحلف بآيات الله فيقول أقسم بآيات الله؟ إذا كان يريد الآيات المتلوة فلا بأس، لأنها من كلام الله. وأما إذا كان يريد الآيات الكونية هذا لا يجوز، لأنه حلف بغير الله، حلف بالجبال، الجبال من آيات الله، الشمس والقمر من آيات الله مخلوقة، فلا يحلف بمخلوق. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.